مصر فيها مشاكل عشرات السنين تأجلت، وفعلا مش مجاملة أبدا اللي واجه المشاكل دي بكل حزم، ومش مجاملة والله، والله ما بعرف أجامل. هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، شوف كم قرية تعمل لها ألف، كم ألف طريق قرية تعمل لها صرف صحي، شوف كم ألف كيلومتر تعمل طريق، شوف شبكة الكهرباء اللي الكهرباء كانت بتقطع، وكان في عندنا نقص رهيب في الكهرباء، دلوقتي بقى عندنا زيادة ممكن نصدرها. فالمشاكل بتاعتك أكيد أكيد محطوطة في خطة الدولة، إحنا نجري وراها كحزب ونشتغل عليها، وما تقلقش إن شاء الله كل المشاكل إحنا لازم نشتغل عليها كحزب، وأنا بصفة الشخصية والحزبية لازم أموت نفسي عشان أحل المشاكل دي، ده دوري دلوقتي.